ضيفنا هو بطل عالمي في رياضة تيكواندو وكيك بوكسين. معنا ومعكم مصطفى الخصم، برنامج بلا زواق خاص بالحجر الصحي. مرحبا بك مصطفى الخصم، مرحبا بك معنا في برنامج بلا زواق. الله يحفظك فلك لو فيك. غادي تجاوبنا، هو برنامج خاص دابا بالحجر الصحي، غادي تجاوبنا بلا زواق. مرحبا مرحبا. اول سؤال، فينك دابا ومعامل؟ انا في الدار مع ولادي ومرتي. رايك على تمديد الحجر الصحي، الراي ديالك؟ دابا لابد ديالنا، وحنا دابا خصنا نصبروا، خصنا نزيدوا على هادي، وان شاء الله نتعلموا من هاد الشهيه اللي قلنا نزيدوا نتعلموا. كنت كتنتظر غادي يكون شي تمديد ولا لا؟ كنت كنتسناها، باسكو مي شفت شي بلايص الناس كي كيخرجوا مازال وكي كيتعاطوا غادي مع الخير كاع، صافي عرفت بان حنا مازال غنزيدوا، باسكو حتى ملي كنشوفوا الحالات غادي كيزيدوا عرفنا بان ما نقدرش نحلوا. في نظرك فوقاش غادي يسالي الحجر الصحي؟ مي غيهبط، مي غتهبط البلاط، هبط الناس اللي كيتقاسوا اللي غيبقى تهبط وما تبقاش طلع، ومن الناس يلتزموا بديورهم يقصوا بديورهم. ندوزوا بلا زواق، ندوزوا بلا العكر. يلا سير. شحال من مرة تخاصمتي مع الزوجة ديالك من بدا الحجر الصحي بلا زواق؟ مرة واحدة. علاش تخاصمتو؟ وعلى شي حاجة في الطبلة ما كانتش هي هذيك، وما عرفتش هي خصها تجيبها ولا خصني نجيبها، ولا لا وانت هذا وصافي داكشي اللي كان، ماشي شي حاجة، ماشي تخاصم زعما هي داك نقير نقرات عليا. شنو الحوايج اللي اكتشفتي في وليداتك؟ بحال دابا ولادي داك اللعب ديالو عنده واحد الاختيار، كيلعبوا كيصوب شي حوايج، انا اللي حطوا لي ليغو ونقول لي صوب داكشي، ما عمرنا ما كنا نصوب داكشي. ما عندوش شي حوايج. ولا بنتي واحد الغضبانه، واحد جوج غضب عندها بنتي، دابا عندها 4 سنين، اي شي حاجه ما تقولها لا كتكسري عليا. تراويح ملف كنتي كتصليهم في الجامع هاد العام؟ كتحس براسك بانك ما تصليش عادي، تقدر تصلي في الدار؟ بيان سور تقدر، وداكشي كلشي صلا زعما كنقول دابا حنايا ما بغينا نصليو بحق ما قديش، هي الله عارف داكشي، وحنا كنديرو هادشي ملي كنمشيو للجامع كنديروها لربي ياك. ودابا حنايا عندنا واحد لا سيتواسيون اللي ما يمكنناش، ربي كيشوف، وهي داكشي اللي غنديرو في الدار، داكشي اللي كنا غنديرو في الجامع غنديرو في الدار، ربي لا قابل علينا ان شاء الله. شنو هي الدعوة اللي كنتي كتصلي دعيتي لسيدي ربي وتحققت هذيك الدعوة؟ كنت كنقول يا ربي اعطيني ماش نعطي، يعني ماديا الحمد لله. الحمد لله. وشنو درتي بهم؟ كنعيشوا بهم وكنعاونوا بهم. كتعاونوا بهم؟ داكشي اللي قلت الله هو اللي كندير. مزيان. كاينه شي حاجة أخرى طلبتيها منه؟ كنطلب صحتي، وكنطلب صحة والدي ووليداتي. الرياضة عمرك ضربتي شي واحد ولكن تهديتي عليه بلا زواق؟ اللي درتها الله يسمح لنا ما عقلتش باش انا زعما تهديت شي واحد، تهديت على شي واحد ما جو كوا با، انا داكشي داك التعدى ما عنديش مع التعدي، انا اصلا ما كنضربش، ومين نضرب شي واحد عارفوا بان حط يدو عليا. يعني ضربتي من غير لي كومبا ديالك بروفيسيونيل؟ لا شوفي، احنا كلنا بنادم، كنا انسانيين، كنا وبنادم كيدير غلط، يمكن غلط مي واحد اثر عليا ولا بغى يضربني ولا بغى داكشي، يمكن نكون هربت حسن، مي انا وقفت ودافع راسي وضربت، ومي كنضرب كنضرب شويه قوي وما كتكونش ضربه عاديه، وتقد لاخر يمشي سبيطار ولا شي حاجه، مي هادي تكون شحال هادي فات طرات؟ طرات بيان سو طرات. شنو الحوايج اللي ما غاديش تبقى تعاود ديرهم؟ ندير كلشي، كلشي اللي كنت كنديرو غنديرو. وشنو الحوايج اللي غادي تولي ديرهم اللي ما كنتش كنتي كديرهم؟ لا كلشي ما كاين شي حاجه اللي كنت بغيت نديرها، شنو نقدر ندير عاوتاني؟ لا حسن ما نديرو، جاك اللي كنت كندير شحال اللي كنا نديرو، خلينا هكا.
كيف مزيان واخا ايوا السيجار علاش كنا كنشوفوك شحال هادي عمرنا ما شفناك السيجار مؤخرا ولات هذوك جرأة تصور به تخرج به عادي جدا. شوف شو نقول لك واحد القضية، هاد السيجار هذا هادي بلية وحدة اللي ولات عندي انا وماشي تا بلية، هذا غير النخوة. انا ملي كنت رياضي ملي كنت كنلعب رياضة كان نحمل الدرابو ديالنا خصني نطلعو وعندي مسؤولية، ما عمري ما كميت، ما عمري ما شربت، ما عمري ما خديت لا دروغ، ما عمري درت شي حاجة اللي تأثر على ذاتي اللي ما تخليش ديك الراية المغربية تطلع. مي دابا انا ساليت لا كارير ديالي، ساليت داكشي داك المسؤولية اللي عندي، ولي مرة نضرب واحد سيجار هكا بافيه ما عندي الحق شي واحد يحاسبني عليه. كنشوفك دائما بالليل كدير لايفات، شو الراي ديالك على اللايفات اللي كنشوفو اليوم ديال المؤثرين بعض المؤثرين او الفنانين؟ كاينين شي لايفات ما كيعجبوكش؟ اللايفات اللي ما كيعجبونيش هما داك اللايفات اللي بدون مستوى. أوكي. اللي كيهضروا في الخاوي، كيهضروا من الصمت لتحت شي حوايج اللي كيبقاو نورمالمون خصهم يبقاو بينك وبين راسك، ماشي تفرقهم مع الناس. واخا تكون واخا حنايا راه اوبن، حنايا راه محلول عادي عندنا، واللي بغى يقول حرية التعبير اللي كيقولها، ما كاين شي حوايج عاوتاني خصهم شوية ديال الاحترام ولي ليميت. كتهضر على صوفيا طالوني؟ ماشي غير صوفيا، غير هما صوفيا. حيت دابا انا صوفيا ما كنقولش سميات، صوفيا او فلان ودا فلان ما يهمنيش. انا غير داكشي كامل اللي كيبقى كونتيننتال كيبقى يهضر تحت الصمت، ما عندها حتى علاقه. كتظن بان نسبه الطلاق غادي تكون فايته واحد شويه من بعد الحجر الصحي؟ هذه انا هذه واحد القضيه اللي كنقولها لك غير بلا اكسبيريونس. داكشي اللي كنهضر كنشوف صحابي وشي اصدقاء وشي ناس بين راه عندهم مشاكل كبار مع العيالات ديالهم، ودا العيال ديالهم مع مشاكل معاهم، بانوا ما فاهمينش، والله يستر والله يحفظ. صافي دابا الناس شحال منها، كاين شي ناس شحال منها هم مجوجين ما عمرهم ما دزوا يومين مجموعين في الدار، ودابا هذا الشهر هذا بان بزاف ديال الناس، وكاين ذاك العنف ديال الدار عاد بان. الراجل يضرب ولاده، او المراه تكون عكريتي تضرب ولادها، او الراجل يضرب مرته، فهمتي، او المراه تضرب الراجل. كاين بزاف هذا الوقت، كاين بزاف ديال العنف في الدار. لي يا ربي يتكالم هادشي والناس يخوضوا هادشي بواحد الكار ويرجعوا الله. تفكرتي ياماتك فين كنتي في الحبس مؤخرا؟ كان والله الا كان واحد اليامات فكرتها، والله الا تفكرتها فريمون. واحد صاحبي عيط ليا اللي كان فريمون معايا، دوزنا داك المشاكل ديال 97 98 فريمون حسينا بها وضحكنا عليها باسكو بالحق كما كان ما كانش بحال راك هنا في دارك على ولادك على عائلتك، ماشي هو كدوز الحبس في اوروبا ما كاينش اللي يجي يشوفك كيجي يشدوا عليك الباب، راه صعيبه بزاف شويه. كتفكر بزاف للناس وما كتفكرش لراسك، ولا زعما كاين شي ناس كيفكروا في مصطفى؟ هذا هو المشكل ديالي انا، درت المشاكل بزاف لراسي باسكو كنفكر في الناس اخرين وكندخل في المشاكل ديال الناس اخرين. هذه هي المشكل ديالي باسكو انا اش نقول لك، هذا ربي هو اللي عطاني هذا القلب. انا ما نقول لك شي، انا بلاصتي كنقول لك انا ما كنمش نقول لك حق، انا في قلبي حنين. انا كنبغي الانسان، كنبغي نعاون، كنبغي نكون الانسان اللي معاك يكون فرحان. ولمن غادي تعيط دابا الى طلع لك الدم؟ ماما ولد امو مصطفى. ولد امو كنسمع بزاف بالام والاب، ماله فين هو؟ قالك فامك عاد ابوك، عرفتي هذه راه كاينه. شوف الام هي ما عمرها
ما تخليك تخليك اوكي ما الاب غدا غيتزوج الله ما يعقل عليك ولا يعقل شي حاجه صافي القضيه اللي كان الاب تزوج وعنده امراه كفته غتهزو غديه ما عمره ما يعاود يشوف حتى انت تزوجت يمكن وطلقت شحال من مره انا تزوجت جوج مرات وطلقت شو سبب الطلاق الاول ما انا شوف انا ممكن انا واحد القضيه ملي ما كنتشوش راحتي ما كنسيبش راحتي ندخل للدار نسيب راحتي ونكون فرحان ما علاش نتزوج شنو تشخيص كلمه فرحان والراحه يعني انا ندخل للدار غادي نلقى الراحه اش منيت الراحه لا ندخل للدار تسير المراه كتضحك معاك تسير لولادك جايين عندك يبوسوك ويعنكوك الدخول تسد الغداء وتتغدى مع ولادك ومع مرتك ولا تتعشى معاهم ولا تشرب معاهم دير معاهم كوتي بزاف الحوايج بزاف الحوايج والطلاق الثاني حتى هو نفس السبب نفس السبب وما المرا كلور خاص تبقى تضحككم ورتا نتوما خاصكم تضحكوها واحد شويه لا لا ماشي داك الشيء كتدخل ملي كتدخل للزواج وكتدخل بواحد ماشي صافيه 100% حيت انت بغيتي واحد الحاجه وبغيتيها بحق انت عارف هذيك الحاجه هذاك السيد ما كيبغيش داك السيستيم اللي عايشه به انت دابا انت بحال نقول لكم انت دابا غاده بواحد السيستيم ديالك روح انت حريتك هذه ياك مي انا ما عمري ما نقدر نمشي من داك السيستيم اللي غنمشي ديالو نقبل داك السيستيم اللي غاده فيه انت كنقول لك انت المراه ماشي ديالي ماشي صالحه ليا انا ياك اجي انت غير باش تشديني كتشوفي كتعرف السيستيم اللي عندي انا في راس كتمشي مع السيستيم ديالي باش تشديني نهار ملي غنتزوج بيك وغتمشي غندوز واحد الشهور غتولي تمشي تبغي تمشي السيستيم ديالك ونهار ملي غتبغي تمشي السيستيم ديالك انا ما نقبلش داك الشيء داك الشيء علاش انا كنولي اللور صافي وشكون غتبغي تعشى معاه في مطعم عندي شي صحابي توحشيهم توحشي صحابي عندي غير هما خفتي تموت شي نهار لا انت واش عندك شي قلب ولا لا داك الاحساس كتحس انا كنحس بهذا الشيء احساس كبير حق ماشي على راسي ما نقولوش بانك درتي اخطاء بزاف شحال هادي وبغيتي حياتي ماشي بزاف ماشي بزاف ما قلبتي ديك الخديه هاد السخنات شي حاجه اللي توحشتيها بزاف لونطريمون رياضة شي انت مشي الرياضة ندير الرياضة حيت انا في الدار ما كنديرش الرياضة وتوحشني نمشي ندير الرياضة في لاصال اخر كلمة غادي تقولها للناس في شهر رمضان وعلى الظروف الاستثنائية اللي حنا كنعيشوها اليوم غنقول لهم رمضان مبارك سعيد يدخلكم الصحة والسلامة وصبروا على هاد الوباء وصليوا في الدار ودعوا الله يدوز هادشي على خير وبخير وما تضربوا لعيالاتكم العيالات ما يضربوش رجالهم حنوا في وليداتكم باش ربي يحن عليكم امين وزواق ولا بلا زواق بلا زواق انا ما عندي زواق الى الحلقه القادمه تحياتي سلام